انطلقت بمدينة المكلة أعمال منتدى مستقبل الطاقة المتجددة في اليمن الذي تنظمه وتموله مؤسسة العون للتنمية. وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى أكد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني إن السلطة المحلية تثمن هذه الخطوات في مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها قطاع الطاقة في بلادنا من خلال إشراك خبراء استشاريين ومحليين ودوليين وللتعرف على احدث التطورات في مجال الطاقه المتجدده